بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما تعلمنا، اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا اليقين وانصرنا باليقين وأيدنا بالروح الأمين كما أيدت أنبياءك ورسلك وخاصة الصديقين من خلقك، إنك على كل شيء قدير. قال الإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، ووصلنا إلى قول الإمام رحمه الله: أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، قال: ليلة أسري به لقي الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، قال: بلغنا أنه ليلة أسري به أري الأنبياء، فأري آدم عليه السلام فسلم عليه، وأري مالكا خازن النار، وأري الكذاب الدجال. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قول الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، قال: سل أهل التوراة والإنجيل، هل جاءت الرسل إلا بالتوحيد؟ وقال في بعض القراءة: واسأل من أرسلنا إليهم رسلنا قبلك. وأخرج عبد بن حميد من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، قال: سل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن مجاهد قال: كان عبد الله يقرأ: واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا، قال في قراءة ابن مسعود: واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، قال: جمعوا له ليلة أسري به ببيت المقدس. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، قال: الطوفان وما معه من الآيات. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه في قول الله تعالى: وأخذناهم بالعذاب، قال: هو عام السنة، يعني القحط. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، قال: يتوبون أو يذكرون. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قول الله تعالى: ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن آمنا ليكشفن عنا العذاب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قول: إذا هم ينكثون، قال: يغدرون. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: ونادى فرعون في قومه، قال: ليس هو نفسه ولكن أمر أن ينادى. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ألا تعجبين من رجل من الطلقاء
ينازع أصحاب محمد في الخلافة؟ قالت: وما تعجب من ذلك، هو سلطان الله يؤتيه البر والفاجر، وقد ملك فرعون أهل مصر 400 سنة. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قول الله تعالى: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال: قد كان لهم جنان وأنهار، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ قال: ضعيف ولا يكاد يبين. قال: عيي اللسان، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. قال: أي قال حلية من ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين أي متتابعين، فلما آسفونا قال أغضبونا فجعلناهم سلفا، قال إلى النار ومثلا، قال عظة للآخرين. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا يكاد يبين، قال: كانت لموسى لفغة في لسانه. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: أو جاء معه الملائكة مقترنين، قال: يمشون معا. وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن عكرمة رضي الله عنه قال: لم يخرج فرعون من زاد على 40 سنة، ومن دون 20 لم يخرج فرعون من زاد، أي عمره على 40 سنة، ومن دون 20، فذلك قوله: فاستخف قومه فأطاعوه، يعني استخف قومه في طلب موسى عليه السلام. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه في قول الله تعالى: فلما آسفونا قال أغضبونا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فلما آسفونا قال أغضبونا، وفي قوله سلفا قال أهواء مختلفة. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: فلما آسفونا قال أغضبونا، فجعلناها سلفا قال: هم قوم فرعون، هم قوم فرعون كفارهم سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلا للآخرين، قال: عبرة لمن بعدهم. وأخرج الإمام أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب وابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعدي العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له. ثم تلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة، فقال: تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر، فلما آسفونا انتقمنا منهم. وأخرج عبد بن حميد عن عاصم رضي الله عنه أنه كان يقرأ: فجعلناهم سلفا بنصب السين واللام. وأخرج الإمام أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، فقالوا ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا وقد عبدته النصارى؟ فإن كنت صادقا فإنه كآلهتهم. فأنزل الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال يضجون، وإنه لعلم للساعة، قال هو خروج عيسى ابن مريم قبيل يوم القيامة. وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال: لما ذكر عيسى ابن مريم جزعت قريش وقالوا: ما ذكر محمد عيسى ابن مريم، ما يريد محمد إلا أن نصنع به كما صنعت النصارى بعيسى ابن مريم، فقال الله: ما ضربوه لك إلا جدلا. وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردوية من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها يصدون، يصدون يعني بكسر الصاد، يقول يضجون. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه أنه كان يقرأ يصدون بضم الصاد. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم يصدون قال يعرضون. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن معبد بن أخي عبيد بن عمير الليثي رضي الله عنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنه: ما لعمك يقرأ هذه الآية إذا قومك منه يصدون؟ إنها ليست كذا، إنما هي إذا قومك منه يصدون إذا هم يهجعون، إذا هم يضجون. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه: إذا قومك منه يصدون، قال يضجون. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد والحسن وقتادة رضي الله عنهم أجمعين مثله. وأخرج ابن مردوية عن سيدنا علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يصدون بالكسر. وأخرج سعيد بن منصور والإمام أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردوية والإمام البيهقي في شعب الإيمان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه إلا كإلا ما ضربوه لك إلا جدلا. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. وأخرج سعيد بن منصور عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ثار قوم فتنة، ما ثار قوم فتنة إلا أتوا بها جدلا، وما ثار قوم في فتنة إلا كانوا لها حرزا. وأخرج ابن عطي ابن عدي والخرائط في مساوي الأخلاق عن أبي أمامة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب باب من أبواب النفاق، وإن آية النفاق أن يكون الرجل جدلا خصما. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال: لما ذكر الله عيسى عليه السلام في القرآن قال مشركو مكة: إنما أراد محمد أن نحبه كما أحب النصارى عيسى عليه السلام. قال: ما ضربوه لك إلا جدلا. قال: ما قالوا هذا القول إلا ليجادلوا، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. قال: ذلك نبي الله عيسى، أن كان عبدا صالحا أنعم الله تعالى عليه وجعلناه مثلا. قال: آية لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. قال: يخلف بعضهم بعضا مكان بني آدم. وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أرأيت ما يعبد من دون الله أين هم؟ قال: في النار. قالوا: والشمس والقمر؟ قال: والشمس والقمر. قالوا: فعيسى ابن مريم. فأنزل الله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه: لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. قال: يعمرون الأرض بدلا منكم. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والإمام الطبراني من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإنه لعلم للساعة. قال: خروج عيسى قبل يوم القيامة. وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإنه لعلم للساعة. قال: خروج عيسى يمكث في الأرض 40 سنة، تكون تلك 40 أربع سنين، يحج ويعتمر. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه: وإنه لعلم للساعة، أو بالقراءة لعلم للساعة. قال: آية للساعة خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه في قول الله تعالى: وإنه لعلم للساعة، قال: نزول عيسى عليه السلام. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه: وإنه لعلم للساعة، قال: نزول عيسى علم للساعة، وناس يقولون: القرآن علم للساعة. وأخرج عبد بن حميد عن شيبان رضي الله عنه قال: كان الحسن رضي الله عنه يقول: وإنه لعلم للساعة، قال: هذا القرآن. وأخرج عبد بن حميد عن عاصم رضي الله عنه أنه قرأ: وإنه لعلم للساعة، قال: هذا القرآن، بخفض العين. والقراءة المشهورة عن حفص عن عاصم: وإنه لعلم للساعة. والقراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة. أنه قرأ: وإنه لعلم للساعة، قال: هذا القرآن، بخفض العين. وأخرج عبد بن حميد عن حماد بن سلمة رضي الله عنه قال: قرأتها في مصحف أبي، وإنه لذكر للساعة.
وأخرج ابن جرير من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما وإنه لعلم للساعة قال نزول عيسى عليه السلام. وأخرج ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه قال من تبديل التوراة. وأخرج ابن مردوية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة والرجلان يحلبان اللقحة والرجلان يطويان الثوب. ثم قرأ هل ينظرون إلا أن الساعة إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وأخرج ابن مردوية عن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام وقلت الأنساب وذهبت الأخوة إلا الأخوة في الله. وذلك قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قول الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال معصية الله في الدنيا متعادين. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الأخلاء أربعة مؤمنان وكافران، فمات أحد المؤمنين فسئل عن خليله فقال اللهم لم أرى خليلا أمر لم أرى خليلا أمر بمعروف ولا أنهى عن منكر منه، اللهم اهده كما هديتني وأمته كما أمتني وأمته على ما أمتني عليه. ومات أحد الكافرين فسئل عن خليله فقال اللهم لم أرى خليلا آمر بمنكر منه ولا أنهى عن معروف منه، اللهم أضله كما أضللتني وأمته على ما أمتني عليه. قال ثم يبعثون يوم القيامة فقال ليثني بعضكم على بعض، فأما المؤمنان فأثنى كل واحد منهما على صاحبه كأحسن الثناء، وأما الكافران فأثنى كل واحد منهما على صاحبه كأقبح الثناء. وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب رضي الله عنه قال يؤتى بالرئيس في الخير يوم القيامة فيقال أجب ربك فينطلق به إلى ربه فلا يحجب عنه فيؤمر به إلى الجنة فيرى منزله ومنازل أصحابه الذين كانوا يجامعونه على الخير ويعينونه عليه فيقال هذه منزلة فلان وهذه منزلة فلان، فيرى ما أعد الله في الجنة من الكرامة ويرى منزلته أفضل من منازلهم ويكسى من ثياب الجنة ويوضع على رأسه تاج ويعلقه من ريح الجنة ويشرق وجهه حتى يكون مثل القمر ليلة البدر، فيخرج فلا يراه أهل ملأ إلا قالوا اللهم اجعله منهم حتى يأتي أصحابه الذين كانوا يجامعونه على الخير ويعينونه عليه فيقول أبشر يا فلان فإن الله أعد لك في الجنة كذا
وأعد لك في الجنة كذا وكذا، فلا يزال يخبرهم بما أعد الله لهم في الجنة من الكرامة حتى يعلو وجوههم من البياض مثل ما على وجهه، فيعرفهم الناس ببياض وجوههم فيقولون هؤلاء أهل الجنة، ويؤتى بالرئيس في الشر فيقال أجب ربك، فينطلق به إلى ربه فيحجب عنه ويؤمر به إلى النار، فيرى منزله ومنازل أصحابه فيقال هذه منزلة فلان وهذه منزلة فلان، فيرى ما أعد الله فيها من الهوان، ويرى منزلته شرا من منازلهم، فيسود وجهه وتزرق عيناه، ويوضع على رأسه قلنسوة من نار، فيخرج فلا يراه أهل ملأ إلا تعوذوا بالله منه، فيقول ما أعاذكم الله مني، أما تذكر يا فلان كذا وكذا، فيذكرهم الشر الذي كانوا يجامعونه ويعينونه عليه، فما يزال يخبرهم بما أعد الله لهم في النار حتى يعلو وجوههم من السواد مثل الذي على وجهه، فيعرفهم الناس بسواد وجوههم فيقولون هؤلاء أهل النار. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجوية في ترغيبه، وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوية والإمام البيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قال خليلان مؤمنان وخليلان كافران، توفي أحد المؤمنين فبشر بالجنة فذكر خليله، فقال اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك، اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه ما أريتني وترضى عنه كما رضيت عني، فيقال له اذهب، فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا، ثم يموت الآخر فيجمع بين أرواحهما، فيقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل، وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنار فيذكر خليله، فيقول اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير وينبئني أني غير ملاقيك، اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت عليه، فيموت الآخر فيجمع بين أرواحهما، فيقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول كل واحد لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل. وأخرج ابن جرير عن سليمان التيمي قال سمعت أن الناس حين يبعثون ليس فيهم إلا فزع، فينادي مناد يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فيرجوها الناس كلهم فيتبعها الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تحبرون قال تكرمون،
والله تعالى أعلى وأعلم. وأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات، عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أسفل أهل الجنة أجمعين درجة لمن يقوم على رأسه 10,000، بيد كل واحد صفحتان، واحدة من ذهب والأخرى من فضة، في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها، يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذي يجد لأولها، ثم يكون ذلك ريح المسك الأذفر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعلنا منهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.